أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم.
ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ثم إلى روي سيدنا فاق مقدم محمد بن علي بعلمي ووصولهم وفروعهم ثم إلى روي الشيخ محمد الأزد ووالينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك you
يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا يا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد اسمه أحمد اسمه أحمد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
المسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا. أعني بذلك نور من سال الورى وزكت عناصره الشريفة محتلا. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سوددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولد أحمدا. كي تنعش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع درا الظلا. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه على الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا. فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا. وبوجه آدم لاح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا. ولسائر الأصناف منهم منقذ حتى استقر بوالديه وأمدا. وحمى الإله من السفاح رسوله وعلوا به شرفا أذيلا أمجدا. ولوالدي الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا. قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا. فهما يقينا ناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا. وكذا جميع رسوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى. يا رب
وهو النبي محمد ابن ربيعه من كان عبد الله كهفا سيدا وبعبد مطلب ذابه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى أعن ابن عبد منافهم من يندمع لقصين ابن كذابهم مجن الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي لرؤيهم نسب ابن غالب العلا ذاك ابن فير من أبو مالك قد كان أصلا للأنام ومعضدا السيد الأضر غفران عصره من بالنظرة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة ابن خزيمة من بالفخار سمع وفاقا فرقدا وهو ابن مدركة بن ياس الذي في صدمه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضار هو ابن نزار أعني بابن معد من أرشدا وهو ابن عدنا على الإمام انتقاما للذبيح له انتساب عقدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخض من معه خالف معتدا وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرمني نسبا يقضي غرامه وعنا مفاخر وجود تقللا اختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهنا وتأبدا حملت بجوهره الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنا يعقول المدى حملت بجوهر الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنا يعقول المدى حملت بجوهر الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنا بعضول المدى وهواتف الرحمن قد هفتت بها قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتقول يا مشراق قد نرت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد ومن أيلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وضابت موردا والملك والملكوت فيها والثرى والأنس وافى والسرور تجددا وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد جد البرية أجادا
وتباشرت في الشرق والغرب الوحوش، وبالصفا طير المسرة والردى، وأوهان شرق أصبت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا، وبعامرة الطابوز العام إذ كم من فتوحات به لن تعادا، وجميع أخبار روت أخباره وزهاب وجز الزمان تودا، وتقول حال ظهور بدر السعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا مشدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت نقورا مشدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت نقورا مشدا ولك ميرارك عجائب جمة عنها لقد ضاق اللطاق تعددا يظفر بما قد تمنى في رضا الرب يمشي في صباحه وممسى كان يرجى كل من حبكم يهنى يهنى بالشفاعة من المختار في يوم لقيا يريد الحب با يسقي محلا حوض طه حبيب القلب والله من سأل
سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه. الأنبياء يقولون نفسي نفسي، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقولون أنا لها أنا لها أنا لها. يا بختنا بأمة سيدنا محمد، صلوا على النبي. ما خلق ربنا ذا الكون لولا لولا ريت حد في المدينة يعتكف في مصلى. ولف صلوا على من حبه الله وسماه خاتم الرسول من علمه علمه وأسماه. Thank you.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من حمله لما مضى شهران قد وافد منون أبا النبي الأجود، وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخوانه من أرض شام مسعدا، وأقام فيها عندكم متعجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا، وضريحه قد أشرقت أنواره، من زاره نال المنى والمقصدا، ولدت مع الحمل تسعة أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا، وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته، وبدا الحور مجددا، وتنفست أنوار صبح طلوعيته، ونال الإطلال المبددا، ولأمي بالطلق جاءت مريم، وكذلك آسية التي ملحت هدى، وأتى من الفضل وسحور معهما ليكون تحنيسا لها وتوددا، فهناك قد جاء الخاب، أبردت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا. صلى الله صلي وسلم على
وسكناتي يا
مسفرا دون قناط. شرب حمرة ذا قامة مربوعة سقيت ندى سالا لخد كالطلع يتي الذي قد شرفت وعظم راس مجدا حقنا لحنين اغر واسعا فمو حوى ذرا وحسنا اوحدا وكحين ضرب كان سيدنا كذا ذا جمت ما قتلالا ارشدا وحوى حوازم زجت وتفلجت اسنان ومحمر قد اوردا وإذا مشى متغافيا فكأنما ينحط من صوب على مسترشدا من وسط ضرعة وجه شمس اكتسب وبنور ضم جبين البدر ارتدى ويفوح منه شذا يفوق بالطبيب اسكندريا مستضابا اجودا ويعظم الشرفاء والفضلاء ولم يحقر فقيرا بل لنا متعودا ولآله ذا خدمة متواضعة لله في ذل الفناء زائدة والثوب ينقور يقسم الأعلى والعذر يقبله ويسمع عن عيدا لله يرضى ثم يغضب إن فشت حرمانه إذ في عاقب يرمدا وتهابوا كل الملوك جلالة لمن يلاقي بالسلام قد ابتدى ويمازي الأصحاب قمزه ولهم بوصف لا يزال مسددا فمن قصائص ليس يصر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترزقنا من أهل التوفيق، وتبلغنا حضور بيت العتيق، وزيارة قبره وأبي بكر الصديق، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إن أحد أرادنا أو أراد المسلمين بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فاردد نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس. لا سهل يجدع ولا جبل يقع، بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم من عادنا أو عاد المسلمين فعاده، ومن كادنا فقده، ومن بغى علينا بهلكة فأهلكه، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعلنا سيدنا مساقا إليها ومصادا فيها وآسرا لديها. اللهم انتصر لنا انتصارك لأنبيائك وأوليائك، اللهم انتصر لنا انتصارك لأنبيائك وأوليائك، اللهم انتصر لنا انتصارك لأنبيائك وأوليائك. فقطع دابر القوم الذين ظلموا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يرد إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزل الظالمين إلا خسارا. اللهم كما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ونال خير الأنام أبو علي المرتضى حسب وإلى سبط إيمان بعده خلف من سادات إذا عرفوا وبهذا الوصف قد خصفوا من قديم.
kita dan memberikan kepada kita ibu bapa kita, keluarga kita, jiran kita dan semua kaum muslimat keselamatan dunia dan akhirat, rahmat yang luas dan mudah-mudahan semua mendapat husnul khatimah, dapat mengata di dalam akhir umur kita di dunia ini kan kalimat musyarrafah yaitu la ilaha illallah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله